في حضور أيام شهر رمضان المبارك، تحضر معه كل القيم والأخلاق الدينية العظيمة بداخل نفوس كل المسلمين، لتتوجه الأرواح بعده طوعا إلى المكان الذي تجد فيه سكنها وتلقى فيه المصفى الذي يعمل على تطهيرها وتزكيتها من كل الخطايا والآثام. الجامع الكبير بصنعاء أحد أهم هذه الأماكن بالنسبة لليمنيين، حيث يقبل عليه معظم السكان من مختلف الأماكن والمناطق للتعطر بنفحاته الروحية والاستسقاء من قدسيته، خاصة في شهر رمضان، شهر تعاظم الحسنات والتسابق لنيل أعلى الدرجات. قال رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت السنة أن يكون كله رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي في كل ليلة 100,000 من النار إلى الجنة، يعطي كل ليلة 100,000، وآخر شهر رمضان يعطيك مثل ما عتق من أوله إلى آخره. للجامع الكبير في رمضان نفحات وطقوس روحية مميزة قد لا تجدها في كثير من المساجد ودور العبادة المنتشرة في معظم المحافظات والمناطق اليمنية، وذلك نظرا لما يحويه المكان من قيمة تاريخية وقدسية أثرية عظيمة، حيث يعود تأسيس هذا الجامع بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعاقدت أيضا في زيارته جموع من الصحابة والتابعين. ولا تقتصر الأعمال في هذا الجامع على العبادات فحسب، حيث نجد بداخل باحات هذا المسجد حلقات تعليم الصغار كأحد أهم الأنشطة التي تمارس فيه لتعليم الأطفال قراءة كتاب الله وتدارسه بالطرق التقليدية والصحيحة، وليصبح هذا الجامع بالنسبة لهم منهلا دينيا يكسب زائريها العلم والمعارف المختلفة. الأجواء الرمضانية مفعمة الروحانية التي لا نظير لها، وقل ما تجدها في غيرها من المساجد، مأخوذ من الروح النبوي ومن رسالة المسجد. حقيقة هذا المسجد الكبير في هذه الأيام يعبر عن رمضان، كما يقال في المثل الصنعاني: تخرج وشمك صلاة وشمك رمضان، تحس برمضان وروعة رمضان وأخلاق رمضان. بينما في جانب آخر يوجد المكحل، وهو الشخص الذي يقوم بوضع الكحل على عيون المصلين والزائرين كهوية دينية تربطهم بالجامع، ولما للكحل أيضا من أهمية صحية تعود على العين بالنفع والفائدة. وبهذا فإن رمضان بين جدران هذا الجامع يكسب زائريه نفحة رمضانية خاصة تلامس قلوبهم وتأسر أرواحهم.